السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة، واللي غتشاهدوا فيها مجموعة من المنظمات والأفكار السهلة والعملية للتنظيم والترتيب. نشارك معكم دي غونجمون إيكيا وكيفاش يمكن لكم تستغلون في تنظيم مختلف الأغراض، سواء في المطبخ، الحمام، وحتى في غرف النوم. فإذا كنتوا جداد في القناة وكتبغيو تشوفوا فيديوهات على التنظيم والترتيب وتعرفوا على الجديد وآخر ما كاين في أكبر المحلات والماركات العالمية بالإضافة للأعمال اليدوية وغيرهم الفيديوهات، فكنتمنى أنكم تنضموا للعائلة ديالنا بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بكل ما هو جديد. ونبداو اول حاجه بهذا المنظم اللي كيجي على هذا الشكل. هذا بحال علبه بليديده ديالو من الشناب، مصنوع من البلاستيك من نوعيه جيده. الثمن ديالو هو 39 درهم. تقدروا تجمعوا فيه الفوطات والسريبتات اللي كتستعملوا في المطبخ، وكذلك القرعات الصغار ديال التوابل والمعالق والفرشات مثلا. وكيجيو داخل بلاكارات ورفوف المطبخ، اولا تقدروا تنظموا فيه الخضر والفواكه وحتى الفروماج والقرعات ديال لي صوص والكونفيتور في الثلاجه. وكيجي الشكل ديالهم زوين بزاف، وراهم متوفرين في ثلاثه ديال لي كولور: البيض سامبل والبيض مع الكحل وحتى البيض مع الخضر. نمروا للنوع الثاني ديال المنظمات، حتى هما مصنوعين من البلاستيك. هادو كيجيو ساغي من صغيره لكبيره في البيج، كانوا دخلهم دابا تقريبا شي شهرين. الثمن ديالهم رخيص وفي المتناول، بالامكان انكم تحطوهم في الحمام وترتبوا فيهم كل اغراض الاستحمام بحال لي شامبوان ولا جيل دوش، الصابون والكريمات والمقابض ديال الشعر وحتى الفوطات الصغار والشموع. المهم اي حاجه كتحتاجوا انها تكون قريبه لكم في الحمام كتنزلوها فيها، وراهم متوفرين في الحجم الصغير كيف ما سبق لي ذكرت، وفيهم حتى اللي كبار كيف ما كتشاهدوا معايا. وتقدروا توظفوهم حتى في غرف النوم وكذلك في المطبخ، مثلا ديروا فيهم الخضر والفواكه في الثلاجه، اولا السريبتات والقراعي والمعلبات الى غير ذلك. المهم هادو كيبقاو غير اقتراحات، تقدروا تستعملوهم كيف ما بغيتوا اكيد حسب الاحتياجات والاذواق ديالكم. وهنا بغيت نشارك معكم هذا المنظم الخاص بتنظيم المعالق ولي فورشيت والسكاكين، وكيتحط في الادراج اولا المجره ديال المطبخ في 31 على 26 سنتيمتر. جا في الكغي وحتى هو مصنوع من البلاستيك. الثمن ديالو هو 7.50 دراهم، فريمون رخيص وصحيح، ماشي من النوعيه ديال البلاستيك اللي كيكون رقيق، لا هذا مخدوم مزيان. وتقدروا توظفوه حتى في استخدامات اخرين، مثلا تحطوا فيه لي ستيلو والادوات المدرسيه ديال الوليدات الصغار. وفي هذه الجهه كاين هذا المنظم الغني عن التعريف، اكيد كلكم كتعرفوه، جا فيه 4 ديال الرفوف. هنا حاطينه في الجهه ديال المنظمات والخزانات ديال الحمام، وكيجي فيه الفوطات واغراض الاستحمام والشموع، وراه كيجي زوين حتى في المطبخ، مثلا تنظموا فيه القراعي ديال التوابل، القطاني والمعجنات. وتقدروا تجمعوا فيه حتى الخضر اللي كتحتفظوا بها خارج الثلاجه. وكاين اقتراح اخر، وهو انكم تنظموا فيه اللعاب والكتوبه ديال الوليدات الصغار، وكذلك الملابس الصغيره الحجم والتقاشر والفولاق الى غير ذلك. وكيبقاو مرتبين كل حاجه محطوطه في بلاصتها، وراه متوفر في زوج ديال لي كولور: البيض والكحل. بغيت نشارك معكم حتى واحد لاستيس اللي كتعجبني بزاف ايكيا، واللي هي هذا المنظم في الاحمر مصنوع من الميتال. كنت بارطاجيته معكم واحد المره ملي كنت درت لكم جوله في جديد المطابخ ديال ايكيا، كانوا منزلين فيه القرعات والاواني في المطبخ، وهنا استغلوه حتى في الحمام. وكيجيو فيه مثلا لي شامبوان ولا كريم وحتى الكيسان اللي كيكونوا فيهم لي بروسادون والدونتيفريز. شكون اللي بحالي كتحماق على السليلات والشبيكات اللي كيكونوا مصنوعين من مواد طبيعيين؟ كيعجبوني بزاف والريحه ديالهم كتكون غزاله. كاين في ايكيا بزاف ديال الاشكال والموديلات، وانا غنشارك معكم اشهرهم. الاول كاين هذا اللي كبير، تقدروا تجمعوا فيه الفوطات مثلا. وكاين هذا الباك ديال ثلاثه السليلات من الصغيره للكبيره، جاو مدورين بالغطاء ديالهم غزالين. هادو كيداروا في الحمام، جمعوا فيهم مثلا الصابون والشمع الصغير اللي كتعطروا به الحمام. وكاين فيهم حتى هذا الشكل هذا اللي مستطيل، باك فيه زوج بالغطاء ديالهم. وهاد السليلات ديال الحمام كيجي الديكور ديالهم زوين وكيعطيهم منظر راقي. ونمروا دابا للمنظمات اللي كيجيو مصنوعين من الثوب. اول شكل كاين هذا اللي خاص بتنظيم الاحذيه، باك ديال 4 د العلب 99 درهم، جا في البيض والجهه القداميه ديالو ترونسبارونت باش كيبان لينا فاسيلمون شنو فيها لداخل بلا ما نحلو نسدوهم كاملين. بالامكان انكم تحطوهم داخل خزانات الملابس اولا في رفوف وخزانات خاصين بالاحذيه. وهاد العلب كيبقاو محافظين على الاحذيه والصنيدلات، خصوصا اذا كانوا ديال المناسبات فكيكون فيهم الحجر والعقيق، لذلك من المستحسن اننا نجمعهم في هذا النوع ديال المنظمات باش كيبقاو مزيانين.
كنحتاج شكل المنظمات اللي كيجي طويل فيه تقريبا 125 سنتيمتر في الطول على 45 سنتيمتر في العرض، وفيه بزاف ديال الرفوف فين تحطوا الملابس والفوط لي زور والغلافات ديال الخديات وحتى الحقائب ولي بوشيت، وكيتعلق داخل خزانه الملابس. كاين فيه الخضر الكري والبيض، عندهم صراحه الموديلات غزالين في هذا النوع المنظمات وتشكيله كبيره، وحتى اللوينات كتختلف حسب الذوق ديال كل واحد. غنخليكم تشاهدوا كل منظمات ديال التوب اللي عندهم ونرجع نتلاقى بكم. بغيت نشارك معكم هاد العلب اللي كيجيو في اللوينات الغوز والكري للبنوتات الصغار والزرق والصفر للاولاد. باك فيه 3 ديال لي بواط ب 29 درهم، وكاين فيهم حتى اللي جاو في لون واحد. هادو غزالين بزاف، تقدروا تجمعوا فيهم لي ستيلو وكل ادوات المدرسيه وكيبقاو مجموعين ما كيتلفوش، وتقدروا ديروا فيهم حتى المقبضات ولي زيلاستيك ديال البنوتات الصغار. وصراحه هاد لي بواط زوينين بزاف، حيتاش بهم يمكن لكم تعودوا وليداتكم من صغرهم على التنظيم وانهم يرتبوا الحويجات ديالهم بيديهم، وبهاد الطريقه كيحافظوا على الاشياء ديالهم اكثر وما كيبقاوش غير يشدوا ويلوحوا. ففريمون كنصحكم بهم، وحتى الثمن ديالهم مناسب فيو لا كاليتي ديالهم. كاين حتى هاد المنظم اللي مصنوع من البومبو كيتعلقوا فيه لي ماغ والكيسان ديال القهوه في المطبخ. الشكل ديالو زوين بزاف وحتى هو مخدوم مزيان. فعندي لكم اقتراح اخر، ممكن انكم تحطوه في غرف النوم وتعلقوا فيه سلسلات سواء ديال العنق وحتى ديال اليدين، خصوصا الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال السلاسل اللي كيتربطوا مع بعضياتهم، وتقدروا تنظموا فيه حتى الحلقات والخواتم. وهذا منظم ديال المعالق لي فورشيت المغرفات والضرب اليدوي وكل الحوايج اللي كنحتاجو ليهم في المطبخ. في هذا الكبير ب 59 درهم، وكاين حتى الصغير ديالو ب 49 درهم تقريبا، مصنوع من الاينوكس وحتى هو متعدد الاستعمالات. هو وهذا الرف الابيض اللي الثمن ديالو 55 درهم، وكيجي داخل بلاكارات ورفوف المطبخ وحتى في الحمام، سورتو الا كان البلاكار عالي فكتخلقوا مساحات اضافيه للتنظيم وكتستغلوا البلاكار ديالكم اكثر. وكاين حتى اللي كبر منه اكيد حسب المساحات اللي عندكم داخل الرفوف والخزانات. وهنا بغيت نبارطاجي معكم هاد العلب اللي كنشوفهم بزاف في الحمامات ديال ايكيا، كينظموا فيهم القطن لي كوتونتيج الصابون وكل لوازم الاستحمام. زوين الشكل ديالهم، واللي عجبني فيهم كثر هو انهم ترونسبارونت، يمكن لكم كل سهوله تعرفوا شنو فيهم الداخل. صراحه كاين بزاف ديال الاشكال والموديلات وحتى الاثمنه كتختلف، شاركت معكم البعض منهم في هذا الفيديو باش تاخذوا فكره عليهم وعلى كيفيه استعمالهم في تنظيم وترتيب مختلف الاغراض. كنتمنى من كل قلبي ان الفيديو اليوم تنال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منها وخديتوا ولو بعض الافكار. ما تنسونيش من لايكاتكم وتعاليقكم والبارتاج مع الاقارب والاصدقاء. شكرا بزاف لحسن المشاهده، خليتكم على خير.